كتف كتف واجب كتف ها هو. لا 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 كتف كتف واجب كتف ها هو. باقي 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 باقي. لا 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 خص يكون المسافة بيني وبين الصديق ديالي هي المسافة ديال الدراع هكا. كتف كتف واجب كتف ها هو. باقي باقي باقي. لا 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 مازال ما قد مازال ما قد مازال. ديري ديك هكا ديري ديك هكا اللي في النور كيرجع واحد شويه للنور رجع واحد شويه للنور باش تخلي دائما المسافه بينك وبين الصديق ديالك هي ديرها. مزيان دابا مزيان 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 مزيان. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي راسي راحة ها هي. نعاودو لك. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة ها هي. ما سمعت والو. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة استقم على استعداد. انا غنقول استقم ثم غنقولوا على استعداد صافي يلا نعاودوا. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة استقم. لا ما سمعتاش ما سمعتاش. انا غادي نقول استقيم غتقولي على استعداد. غادي نعاود نقول استقيم غتقولي على استعداد. غادي نقول استقيم غنقول على استعداد على استعداد على استعداد ثلاثه المرات. نعاودو. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة استقيم استقيم استقيم. لا تاد المرات. لا 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 قريب 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 قربتوا ليها. غادي نعاودوها ان شاء الله باش من بعد نمروا الافتتاح بايات من الذكر الحكيم وان شاء الله النشيد الوطني اللي بيناكم كلكم تساهموا معنا في الترديد ديالو ان شاء الله صافي. الصف مازال مقد. لا 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 غير الكساله باقي اللي كاينين. هذا مزيان هذا مزيان. شويه 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 شويه. كتف 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 ديما كتف كنت قد كتف كتف زوح شوية زوح شوية كتف خرج ديك ديما هاك ليمنيا ليمنيا فكون كتف ديال الصديق ديالك. كتف دير كتف باش بقى نفس المسا. كتف زيد واحد شوية هاكا مزيان مزيان. انا ديما نسالكم تبارك الله عليكم. لا لا هاد الجهة عجبتني سمحها لي. هاد الجهة زوينة هاد الجهة فايقة وهاد الجهة نعسة. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة استقم 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 استاذ ما عندي ما تعاودها شيكا تعاودها تعاودها من جديد. دري كل معايا مزيان سير سير اخويا. كتف كتف واجب كتف راحة راحة نعتي نفسي راحة هيا استقم 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 استقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باق نفسك ألا آتوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا صدق الله العظيم. لو كان الإنسان والزمان ضدي فأنا فتى مغربي أهوى التحدي ولو شاء الله أن يطوي شبابي ودق الموت بابي فسأموت وتحيا بلادي. سنردد معا النشيد الوطني. السفينة الطيبة منذ أن تم تأسيسها سنة 2004 أكثر من 20 سنة من العطاء الرياضي في شتى الميادين. سي إبراهيم نتمنى هذه الخطوة هذه الجميلة تأسيس مدرسة إن شاء الله تعنا بالطفولة وبالمناسبة بغينا منك كلمة. سي إبراهيم أولا بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لجميع الآباء الذين تقوا في هذه الجمعية جمعية المنارة الرياضية بتارودانت. بسم الله وعلى بركة الله نفتتح هذه المدرسة الرياضية التي نتمنى إن شاء الله أن تأخذ الريادة بمدينة تارودانت في استقطاب الشباب وتكوينهم تكوينا حسنا. ونتمنى من الآباء والإخوان المؤطرين كل واحد باسمه لأن هؤلاء المؤطرين مؤطرين على الشباب كنتمنوا لهم تهم التوفيق ويعاونوا أعطوا ما عندهم لهاد الشباب هذا إن شاء الله لبغينا يخرج منهم شي لعاب ولا شي واحد يكون شي ميسي إن شاء الله أنا ولا شي رونالدو ولا يكون يمثل مدينة تارودانت أحسن تمثيل. نتمنوا التوفيق لهاد الشباب ونتمنوا التوفيق للإخوان تاهما المؤطرين كاملين. وحنا راه من كما قال الاخ بعيش الله يجازيه بخير لنا هو المقدم ديال هذا الحفل هذا الحفل البعيش ان شاء الله
كنشكرو على التضحيه ديالو، راه حتى هو راه عضو في جمعيه المناره وراه عطى الكثير، ودابا راه كيعطي مازال كيعطي في جمعيه المناره في الصهر. نتمنوا الاخوان كلهم جميعا يدوزوا واحد الوقيت زوين، الاخوان كلهم لا سي بصري ولا كاع الاخوان كاملين اللي كاين يشد الطريق شدوها يشدوا الطريق مزيان ويشدوا حراره على الدراري هادو وكونوهم مزيان. وفي الاخير سي عمر حتى هو كنشكرو على الوليدات اللي جابوا كاع الاخوان اللي جابوا الوليدات لهنا والاباء، وحنا مرحبا بكم في هذه المناره وشكرا لكم جميعا وباسمكم كامل. نشكروا هاد الاطر ونشكروا هاد الوليدات، هاد الوليدات اللي نتمناو لهم التوفيق يكونوا موفقين في حياتهم، حياتهم الرياضيه والحياه ديالهم الدراسيه. وشكرا للجميع، بارك الله فيكم. ويحبونا سي ابراهيم رئيس جمعيه المناره، تحيه كبيره ليه. وكنشكرك على هذه البادره الطيبه، صحيح ان مدينه تردنت في حاجه الى مثل هذه المدارس التي تعنى بالنشأ تهنى بالطفل. سننادي الان على الطاقم الاداري للمدرسه، وبغيتكم انكم تصفقوا عليهم واحد واحد. المشرف العام سي حفيظ ازماني تحت الصفقه ديالكم. سي حفيظ، سي حفيظ ازماني المشرف العام للمدرسه. سي حفيظ، الحضور الكريم بغا يتعرفوا على الاطقم الاداريه والرياضيه والتربويه للمدرسه. صفقوا على سي حفيظ ازماني. سي محمد البصري المدير الاداري. سي محمد البصري قدام الكاميرا. سي محمد البصري، صفقوا على سي محمد. سي عبد الرحيم انجار المدير الرياضي. سي عبد الرحيم انجار، سي عبد الرحيم صفقات على سي عبد الرحيم المدير الرياضي للمدرسة. سي طارق المكوني صفقات على طارق. عندك المحبين سي طارق. سي ابراهيم العيساوي، سي ابراهيم العيساوي صفقات على سي ابراهيم. سي عمر شنوكم من لا يعرفه، تحية كبيرة لسي عمر. سي البسطاوي نسيم، سي البسطاوي صفقات كبيرة على سي البسطاوي ديال الأطر التربوية والرياضية بالمدرسة. سي قمار صديق صفقات على صديق. كاين ايضا سي محمد الثوري اللي تعثر عليه الحضور، ايضا من بين الفاعلين الجمعويين في رياضه وخدمه الطفل. هادو هما الاطقم الاداريه ان شاء الله اللي غادي تشرف على التسيير الرياضي والاداري للمدرسه. كنشكركم على هذه البادره الطيبه وكنتمنى لكم التوفيق في قادم المستقبل ان شاء الله. سي حفيظ المشرف العام للمدرسه، بغينا شي كلمه بسيطه ترحيميه. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبه لهذه المدرسه ان شاء الله، بالنسبه لهذه المدرسه ان شاء الله، بالنسبه لهذه المدرسه اللي كون هي اصلا كما قال الرئيس شي 22 سنه عندها في العمر ديالها، ولكن اضطرنا باش نشوفوا ندخلوا معنا الفئات الصغرى ونزيدوا المدرسه، لان صراحة تردنت فيها عدد كبير من الأطفال وخاص باش تزيديهم. حنا كما قال السي محمد، حنا هاد مجموعة ديال الأطر اللي معروفين في تردنت وكاينة ثقة بينا وبين الآباء ديال التلامذ، وإن شاء الله غادي نتمناو التوفيق لهاد المدرسة وإن شاء الله يكمل لنا الله باش نخدموا ان شاء الله. ابتداء من هذا الاسبوع حنا غادي نبداو مع هاد الاطفال حتى ان شاء الله يقول ربي العزه. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالحضور الكريم كل باسمه وصفته في هذا اليوم الرياضي المنظم من طرف
جمعية المنارة الرياضية في افتتاح مدرسة المنارة الرياضية لكرة القدم. بداية أود أن أتقدم باسمي وباسم مكونات الأطر الإدارية والأطقم الرياضية المشرفة على التأطير والتدريب لأطفال داخل المدرسة. بالشكر الجزيل لأباء وأولياء الأطفال على ثقتهم التي تقوا فينا بما تحمل الكلمة من معنى. كذلك شكرا جزيلا لكل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من مجالس منتخبة وكذلك من جمعيات المجتمع المدني على مجهوداتهم الجبارة. الحمد لله، كما يعلم الجميع أن الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم شاهدة على عملها الجبار خدومة بمعنى الكلمة، لكن استمرارها في هذا العطاء لابد من تأسيس صرح قوي يشتغل على تأطير الناشئة. واليوم تشاهدون المدرسة، مدرسة إن شاء الله لها مجموعة من الأهداف ألا وهي التكوين والتأطير من أجل تنشئة اجتماعية صالحة ورياضية. مرة أخرى شكرا للجميع ومرحبا بكم. أخويل سي مختار، عندنا لكم واحد الضيف جميل، واحد الضيف زوين. قبل ما نمروا ان شاء الله النشاط الرياضي، لا كاين 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 عندنا واحد النشاط الترفيهي. شكون اللي حاضر معنا؟ شكون؟ فينا هو سي مختار بهرجان عليك الامان. هنا هو ظهر وبان عليك الامان. رب باي 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 با
وندور على روحي، ندور على روحي، ونرقص كلي كلي، ونرقص كلي كلي. يلا يلا بجد بجد. سلمى Yeah.
على سمك. ودخل عليه سير فوالا كذا سنتري سنتري سيرها حيد عليه Oh!
يعاونكم الناس يهديكم الله يعاونكم الناس يهديكم الله يهديكم اخرى يا دراري شنو
ربي يحل لي قال لي أغيز الصغير ماري نفس بقاو زيد 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 زي
خلوني خلوني ديسكتا كاس العالم هلا 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 ضربة سبوعة الشلة ديرا 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 عيسى الله علينا هلا 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 ضربة سبوعة الشلة سير 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 تجي كاسلولا تجيب القاس بصحتكم سير 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 خمسة أتاري أحسن روب وادا واحد قرب أحسن روب وادا الله يراه يتروبي نصر غير كما يحتوى يجب في الفن باي 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 نعم Sir!
تلعب بين هاد الناس. يلا وليدات اجونا اجونا. لا زوج نشكرو بالمناسبة حضور كريم رؤساء وممثلي جميع المجتمع المدني، كذلك أباء وأولياء الأطفال المنخرطين داخل مدرسة الجمعية الرياضية المنارة تارودان في كرة القدم. كذلك تنشكرو الأطفال على تجاوبهم مع كل ورشات التي كانت داخل الملعب الجديد الأسطح. كذلك بالمناسبة دائما من باب الشكر تقدموا الشكر الجزيل لكافة الشركاء والمساهمين والمتداخلين، بداية بالمجلس الجماعي لتارودانت برئاسة الأستاذ الرئيس الفعلي سي محمد أمارسي، وكذلك السيد عبد المنعم المناني رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية الثقافية والرياضية، وكذلك الشكر الجزيل لسياسين بعقاد إطار عن القسم الرياضي داخل الجماعة، كذلك شكر جزيل رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني. كما لا تفوتني الفرصة الشكر الموصول لكافة مكونات المكتب المسير لجمعية المنارة، وكذلك الإخوان داخل الإدارة التقنية والإدارية بالمدرسة. لا بد أن ننويها بمجهودات الجميع، كل لا بد أن نعطي لكل ذي حق حقه. الحمد لله المدرسة ستسير باشتغالها عن طريق برنامج، عن طريق أهداف مسطرة إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق. كذلك ما هو مشهود للجمعية منذ التأسيس النشيط الرياضي بشتى الفئات، وكذلك لابد لإعطائه، فنؤمن بشرف. والحمد لله بمجهوداتنا اليوم سنعطي حق لأطور أناس مجدين مجتهدين يشتغلون في خفاء، نحن أدرى بما يفعلون، نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما هو خير. في هذه اللحظة سنقدم تذكار
هو تقديم بعض الهدايا كرمز عرض المحبة وتقدير، لأنه ما يقدمونه الأشخاص داخل الساحة أو داخل المجتمع الرداني فلا يعلم به إلا الله. خدماتهم جليلة، نعرف كل شخص عن حدة. في اللحظات سنناجي على كل بداية من سيد ياسين بوعقاد إطار داخل القسم الرياضي بمدينة تردان تحت تصفيقات الجميع. سيقدمه له رئيس جمعية المنارة الرياضية أستاذ مجيدي. بوعقاد ايه هذا صافي تما كافة مكونات مدرسة الجمعية الرياضية المنارة تردان لكرة القدم تقدموا بجزيل الشكر ياسين بوعقاد على خدماته الجليلة داخل القسم الرياضي للجامعة. كذلك في هذه الأثناء سنمر إلى تقديم جائزة عرب ومحبة كذلك لانفتاح جمعية المنارة على كافة المستويات على كافة جمعيات المجتمع المدني الشركة، وسنناجي تحت تصفيقات الجميع على السيد سعيد لمي رئيس جمعية ترقال تملال صديق الجمعية بما تحمل الكلمة من معنى. سيقدم له كل من السيد إبراهيم العيساوي وكذلك المدير التقني حفيد أزمان. سنمر كذلك إلى تقديم جائزة أو هدية لأحد قيدومي المؤطرين داخل مدينة تردان ضحى بالغالي والنفيس تجاه التنشئة الرياضية بالمدينة وفئات الصغرى بشتى الجمعيات الرياضية تحت تصفيقات الجميع. دائما سنناجي على الأب الروحي لمؤطري تردان سي عمر أمشلوك. برافو. فكما قلت سابقا فهذه الجوائز أو الهدايا لا تمثل أي شيء، ولكن فهي تقديرات للعطاء والمجهودات التي يبذلونها هؤلاء. سيقدمها له أخ ياسين بوعقاد عن القسم الرياضي. كذلك الانفتاح لمدرسة المنارة على المستوى المحلي، كذلك هنا على المستوى الإقليمي سنناجي على مؤطر بجمعية دار الظلام بلاد عرفة الأخ عبد الله المنصوري. سيقدم له أحد آباء الأطفال تقدم باش تقدم جائزة. ونقرب لكم أكثر فالجمعية أو مدرسة المنارة
ليس للشغل على المستوى المحلي فقط لكن على المستوى الإقليمي. فالحمد لله المدرسة منفتحة على كافة الأصعدة. كذلك من أجل التشجيع، من أجل المساهمة، من أجل المساعدة، من أجل الوقوف جنبا لجنب، من أجل مجموعة من المؤثرين الذين لابد لنا من أجل الوقوف معهم جنبا لجنب ومن أجل مساعدتهم كذلك في التأثير والتكوين، سننادي على نسيم البسطاوي. ستقدم له أحد أمهات، أحد أمهات ذوي الأطفال، أمهات الأطفال. أخليها هكا. جوجو. بلد بلد. كذلك بالمناسبة سنقدم جائزة لأحد القادمين الإداريين الرياضيين وكذلك المؤثرين، سننادي على الحاج الحبيب. سيقدم على عبد الرحيم مؤثر داخل المدرسة. الحبيب المؤثرين داخل جمعية المنارة وحدات سيارة تبكارية رفقة الحبيب. واحد صورة جماعية لأحد الأطر الإدارية وكذلك الرياضية، من رئيس، من كاتب عام، من أمين، من مسيب، من مؤتشر داخل مجموعة جمعية الرياضية المحلية وكذلك جمعية على مستوى إقليمي تردن. كذلك هو يومنا هذا يقدم خدمات جليلة بفضل الله سبحانه وتعالى وكذلك بفضله ومجهوداته الجبارة. تأسست جمعية المنارة الرياضية من أجل التردن، دائما مستوى خدماته الجليلة. كذلك بعد انفتاحه على مستوى الإقليمي ترأس أحد الفرق التي صعدت اليوم إلى القسم الشرفي الأول، وتحت تصفيقاتكم جميعا نصفق بحرارة على الأستاذ ماجيجي. نناجي على الأستاذ ماجيجي رئيس جمعية المنارة الرياضية لكرة القدم. سيقدم الأخ حفيظ زمان. قبل ما يقدم لي جائزة ولا شكر ولا أي حاجة، الشكر موصول للآباء اللي تقف هذا الشباب، الشباب اللي الأطر في الجمعية. كنشكر الآباء اللي تقبلوهم وعطاهم ولياتهم، وراه إن شاء الله يمتعكم في أيادي آمنة، وتكون تقدم للأطفال توا تقدم لهم التحية. تنحييكم كاملين، تقدموا لهم التحية كل واحد يمثل فالو. نتمنى كما كنقولوا ديما نتمنى لكم التوفيق في المجال الرياضي والمجال الطبعي، ونتمنى نشوفوا منكم شي لعبة اللي يحمروا الوجوه التردات
والوطن كامل. تحية لكم جميعا، وكنشكر إخوان الآباء اللي حضروا معنا، كنشكرهم على الدعم ديالهم. إيه الصورة الصورة سياسي، الصورة جماعية. لا 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 سياسي. الله يحفظك. سريعة بصير، سريعة بصير، بصير 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 بصير. I'm